وعلى الرغم من الموقف الأمريكي، عززت قوات الأمن الإيرانية من تواجدها في عدة مناطق التي تشهد اضطرابات منذ عدة أيام وسط مزاعم عن عودة الهدوء، فيما ينظم المؤيدون للنظام تظاهرة جديدة دعما لحكومة حسن روحاني. وأظهر فيديو نشره ناشطون في مدينة شهر برشيم إقدام السلطات على إرسال تعزيزات أمنية ومركبات مصفحة إلى عدد من مناطق الاضطرابات، وذلك وسط مخاوف من اندلاع تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة. وفي وقت سابق نشر الحرس الثوري في إيران قوات في مجموعة أقاليم لإخماد الاحتجاجات التي أقلقت القيادة الدينية للبلاد. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. كما تعلم، الولايات المتحدة فرضت يوم أمس عقوبات على 5 كيانات مقرها في إيران، وقالت إنها على صلة ببرنامج طهران للأسلحة، وذلك تزامنا ما تشهده البلاد من مظاهرات ضد النظام التي دخلت أسبوعها الثاني. دكتور، ما هو تعليقك بهذا الخصوص؟ أعتقد أنه التحرك الأمريكي بإدراج هذه الكيانات الجديدة طبعا يصب في إطار الدعم الإيراني غير مشروع بصورة أو بأخرى، وأكد الارتباطات الهيكلية المباشرة في هذا التوقيت مع هذه الكيانات. وتعلمي أنه موقف الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة من حالة التظاهرات التي تتحول تدريجيا إلى حالة حراك شعبي وجماهيري كبير، بدليل برغم كل ما يتم إعلانه إيرانيا من التهدئة وانتهاء السكن على حد زعمهم، لكن في النهاية أنت أمام تحرك جديد بدأ بنزول قوات الحرس الثوري في عدة أقاليم. وبالتالي أعتقد أن الموقف الأمريكي سيكون في اتجاه أحد مسارين، مسار في الأمم المتحدة. وكما تعلمي هناك جلسة للتعرف على مستجدات الأمور في الساحة الإيرانية، في جزء منه مرتبط بقضايا والحريات، وجزء منه مرتبط بالتدخلات الإيرانية في الإقليم بأكمله ودعم التنظيمات الأخرى في الإقليم. وبالتالي أعتقد ستكون هناك يعني مواقف أمريكية مباشرة، ليس موقف واحد تجاه الحالة الإيرانية، تجاه أيضا الكيانات الإرهابية التي تدعمها إيران صورة كبيرة، المرتبطة طبعا ببرنامج الدفاع النووي اللي هتم مراجعته اليوم 15 يناير الجاري. نعم دكتور طارق، في اعتقادك ما الذي سيحصل بعد فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران؟ أعتقد أنه الولايات المتحدة ستمضي في إطار فرض عقوبات ربما تكون موجعة وشاملة في هذا التوقيت. هم بيتحركوا من خلال يعني مجموعة من العقوبات المرحلية، لكن هذه المرة ستكون هناك يعني ضغوط مباشرة على الجانب الإيراني، هناك تأكيدات مباشرة أمريكية في هذا التوقيت على ضرورة دفع هذا النظام إلى حافة الهواء والتعامل معه على أنه نظام يهدد الأمن الإقليمي وأنه يتدخل في قضايا الإقليم بصورة كبيرة. نعم. رئيس ترامب يعني أعتقد سيكون له موقف مباشر في هذا الإطار في الضغط على إيران بصورة كبيرة، نظام يعاني من أزمة هيكلية حقيقية ليس مجرد تظاهرات، هذه حالة حراك شعبي كبيرة، واعتقد انها ستكون لها تداعيات كبيره على الساحه الايرانيه في الفتره. نعم، القاهره دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.